العمل الأساسي لشركة هلال أقرو تتألف من إطعام قطعان الأماشية وذبحها وشراء أماكن المراعي الجديدة، رعي الحيوانات في سهول القوقاز وإطعام الحيوانات في أماكن مجهزة بأسلوب حديث. من التجارب العالمية اكتسبنا خبرات كان لها أثرها الإيجابي في نجاحتنا في قطاع اللحوم، وهذا المراعي تحوي نحو 1500 رأس من الماشية. وبعد الإنشاءات الجديدة التي سنقوم بها سيتضاعف عدد المواشي إلى نحو 4000 رأس من الماشية. في أثناء الإطعام لا يستعمل أي من هرمون النمو أو ستيرويد أو مضادات الحيوية. تطعم الحيوانات بالمنتجات الطبيعية ويذبح بالشكل المشروع. يراقب صحة الحيوانات أطباء البيطريين وإدارة البيطرة في أذربيجان ويقومون بتطعيمهم. غاية شركتنا الأساسية تزويد الزبائن بلحوم نظيفة صحية وحلال وفقا للشرع الإسلامي. تطعم الماشية تحت مراقبة البيطريين في جبل القوقاز. أنواع الماشية سيمنتال، هولشتاين، شارول، ليموزين وأنقوص الأسود، وأنواع الخروف قرمان وقرباغ أذربيجان ومن أماكن أخرى. وتضع الشركة أساس العلامة التجارية المحلية بوضعها للبيع في قطاعات اللحوم. ليس فقط سكان البلد ينتفعون من المنتجات التي تقدمها شركتنا، بل الفنادق في بلدنا كلها والمحلات التجارية ومطاعمه أيضا. زادت الشركة إمكانيتها العملية بمساعدة الذبح الأوتوماتيكي التام التي تم عرضها للاستخدام في عام 2013. تتميز الشركة بتنويع الاستخدام في قطاع اللحوم. تقترح الشركة لحوما مقسمة للعجل والضأن وتغليفها وتجميدها وتسليمها. ومع ذلك حصلت شركتنا على شهادة مزرعة الحيوانات وذبحها وتخزينها وبيعها عن طريق إدارة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة في أذربيجان. ومع ذلك حصلت على شهادة اللحوم الدونار النيئة من الإدارة، إصدار شهادة وطنية وشهادة صحية من وزارة الصحة ومن وزارة البيئة والموارد الطبيعية والشهادة الأخرى. بدأت الشركة بعملية الحصول على الشهادة أطعمة الحلال الدولية في أواخر عام 2015 وستحصل عليها في زمن قريب. شركتنا التي يتوسع نشاطها ينظر إلى المستقبل بأمل كبير.